بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا شباب في درس جديد وجميل. هذا الدرس جميل جدا جدا. خلونا نقرأ السؤال. You have an array. عندي أنا يا شباب array، وهذا ال array فيه 7 أرقام. Check if there is an duplicate element in the array. ما معنى if there is an duplicate element in the array؟ يعني عندي عنصر متكرر أكثر من مرة. خلونا نشوف، هل الثلاثة متكرر أكثر من مرة؟ أيوة متكرر مرتين هون وهون. هل الخمسة متكرر أكثر من مرة؟ لا. الاثنان؟ لا. الأربعة؟ أيوة الأربعة متكرر مرتين ليك وهون. الثلاثة هذا؟ أيوة، ما هو متكرر هون ومتكرر هون، يعني أنا شفته أول مرة مش مشكلة. التسعة؟ لا. الأربعة؟ أيوة الأربعة هون، كمان شفته أول مرة إنه متكرر. If yes, put them in another array. إذا في حال كان صح في عناصر متكررة، ارميهم كلهم بالسكند أري. هلأ بهذا السؤال شو حنعمل؟ حنعمل نحن يا شباب مثلا الثلاثة متكرر مرتين، يعني أنا بالأري الثاني يلي أنا عملته، أنا عملت أري الثاني عشان أحط العناصر المتكررة فيه. يعني الثلاثة متكرر مرتين، هروح أحط بداخله اثنان ثلاثة. إذا الثلاثة كان متكرر 5 مرات، هروح حط بداخله 5 3. لاحظتوا كيف هذه الفكرة؟ طب هلأ هذا التطبيق نحن هيك هنشتغل. هفكر بالفيديو الثاني يا شباب، أعمل فيديو ثاني وتكملة لهذا. يعني هون الثلاثة متكرر مرتين، زتيته مرتين. لو كان الثلاثة متكرر 3 مرات، كنت زتيته، يعني كنت وضعته بهذا الأري 3 مرات. طب الفيديو الثاني شو حنعمل؟ إذا الثلاثة متكرر مرتين أو 3 أو 4 أو 10 أو 100، أنا بالأري الثاني هحط، خلاص هحط واحد منهم، بس هحط واحد ثلاثة. يعني إذا الثلاثة متكرر مرتين، مش هحط 2 3 بتاني أري، هحط بس واحد. يعني مثلا أنا عندي رقم 5، ورقم 5 متكرر 10 مرات، بالأري الثاني مش هحط يعني 10 10 5 10 5، هحط 5 1 بس. وهون الأربعة متكرر مرتين، بهذا الدرس زي ما قلت هحط مثلا 2 4، مثلا 2 4. أما بالدرس الثاني مش هحط 2 4، هحط 4 1 بس 1 4 بس. طب خلونا الآن يا شباب نحن الآن نفكر فيها منطقيا. يعني أنا لما الآن كنت عم شوف إذا في duplicate number، هقولهم يعني هقول أنا كيف فكرت. مسكت الثلاثة، مسكته خزنته مثلا في عقلي، خلاص أنا الآن ماسك الثلاثة كامشو. هنبلش من البداية للنهاية، يعني من بداية الأري لآخره، من اليسار لليمين. طب مسكت الثلاثة، أول عنصر هو ثلاثة، بس مش هاخده، أنا عم بلش من اليسار لليمين، وأنا هون ماسك الثلاثة أول عنصر. طب هون مش هاخد الثلاثة لأن هذا عامل سيلكت عليه. طب 5 2 4 3 تاني، خلاص هاخد هذا متكرر لأن هاخده. 9 4، طب مسكت الخمسة، هبلش من اليسار لليمين، 3 5، بلشت اليسار 5، بس هذا الخمسة أنا كمان ما فيني أخده لأن أنا عامل سيلكت عليه. طب 2 4 3 9 4 مش متكرر، هاخد 2، هبلش من اليسار لليمين، 3 5 2، بس 2 أنا هذا ما فيني أخده لأن أنا عامل سيلكت عليه، 4 3 9 4. ممتاز. طب 4 3 5 2 4، بس هذا الأربعة ما فيني أخده لأن أنا عامل سيلكت عليه، هيمشي على يلي بعده، 3 9 4. أيوة خلاص أخدت هذا. طب هون الثلاثة، أنا في الأول، أنا أول مرة مسكت العنصر الثلاثة، وتاني مرة يعني عم يرجع يروح ثلاثة، أيوة هو حطه بالأري الثاني، 5 2 4 3، لا مش أنا هاخده، مش هاخده لأنه عامل سيلكت عليه، 9 4، ونفس الشيء الأربعة. فهون الأربعة 3 5 2 4، خلاص هذا متكرر، هروح زدته بالأري الثاني، 3 9 4. يعني أنا هون يا شباب بهذا الأري الثاني أنا كم ثلاثة عندي؟ عندي 2، وكم أربعة عندي؟ عندي 2، لأن أول مرة ثلاثة لما أنا عم بلش من اليسار لليمين أول مرة ما أخدته، لأن هذا أنا عامل سيلكت عليه، 5 2 4 3، أخدت هذا. لما رجعت أنا مشيت من العناصر لليسار لليمين وصلت على الثلاثة، عم برجع أشوف الثلاثة إذا متكرر، ثلاثة أيوة هو متكرر هون، مسكته زتيته بالأري الثاني،
خمسة اثنان اربعة ثلاثة ما اخدته، الان ما اخدته لان انا عامل سيلكت عليه. تسعة اربعة، لاحظتوا كيف؟ وبالدرس الثاني ان شاء الله يعني مثل انا مثل يعني زي ما انا تكلمت انه نحن مش هناخد الا واحد منهم، مش هن يعني اذا مكرر 3 مرات مش هاخد الا واحد منهم وارميه بالاري الثاني. خلونا الان يا شباب نبدأ. انا هون يا شباب لما كنت انا عم اختار عنصر، انا او في الاول مسكت مثلا اول عنصر، واول عنصر لما مسكته بلشت امشي فيها من اليسار لليمين، بس لما انتهيت من اليسار لليمين عم برجع عيد، عم برجع بس مش ما اخذت الاول عنصر، عم برجع اخذ العنصر الثاني. لما اخذت العنصر الثاني عم ارجع امشي من اليسار لليمين، كمان انا انتهيت رجعت هذا العنصر الثاني شلته، اخذت العنصر الثالث اللي هو اثنان. لما اخذت العنصر الثالث رجعت مشيت من اليسار لليمين. طب خلونا نبلش اول عملية، هي انه انا عم بنتقل ثلاثة خمسة اثنان اربعة ثلاثة. طب ماشي، كيف انا عم بنتقل بيناتهم؟ من خلال الفور لوب. نعمل نحن هون يا شباب، وهون نحن مثلا ممكن نعمل نحن اي، تمام، فور اي ايكوال زيرو، ولاي اصغر من مين يا شباب؟ هذا فور لوب. الفور لوب بده يشتغل مع الاري، اللينث تاع الاري سبعة، يعني الاي اصغر من سبعة. صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، الاي آخر مرة حيكون الاندكس، يعني الاي آخر مرة حيكون ستة، لأن احنا بالاندكس مبلش من زيرو مش مبلش من واحد، فيعني أصغر من سبعة يعني آخر رقم حيكون ستة. والاي ايكوال مثلا اي بلس ون هون يا شباب. طيب حلو، أنا هون شو هذا وظيفته؟ أنا أول مرة كمشت العنصر ثلاثة، ماشي؟ يعني انا هون مثلا هحط first array، مثلا first array هحط i. طب هون اول مرة كان اول ما بلش الفور لوب، اول مرة الفور لوب الاي بده يكون زيرو. لما الاي هون بده يكون زيرو يا شباب، يعني انا هون ماسك اول عنصر، هذا اول عنصر انا بدي ارجع ابدأ من الاري من اليسار لليمين، يعني ارجع بدي اشوف اذا هذا الزيرو يعني اول عنصر اذا هل هو موجود داخل هذا الاري، يعني عم باخد هذا امسكه مثلا حطه على جنب انا، وهذا مثلا ما قيمته قيمة هذا ثلاثة، عم برجع كأني اعمل فور لوب تاني امشي فيه من اليسار لليمين قارن هذا اذا هل هو موجود بالاري. شو بنستنتج نحن من هذا الكلام يا شباب؟ انه انا عندي اري ثاني، قصدي انا عندي فور لوب ثاني داخل الاول، هعمل فاريبل تي فوق، هعمل انا هون فور لوب فور تي ايكوال زيرو، وهذا التي يا شباب سامحني يا شباب هذا التي حبيمشي كمان من اليسار لليمين، فالتي كمان أصغر من سبعة، تي إيكوال تي زائد واحد. شو حيصير الآن يا شباب؟ الآن يا شباب خلونا نحن نشوف، وأنا هون بدل يعني أنا هون كمان هحط first array هحط هون تي. خلونا نشوف الآن يا شباب كيف صار الكود جميل. عندي اتنين فور لوب داخل بعضهم، أول فور لوب عم يبلش من الزيرو ينتهي على السبعة. طب أول مرة الفور لوب first array هون i، مثلا خلينا نحن هون نفترض إنه مثلا ال i كان زيرو أول مرة. لما ال i كان زيرو هذا شو كانت قيمته؟ مثلا نحن هون نحطه، هذا كانت قيمته ثلاثة، أول عنصر كان ثلاثة. أم هون وجد فور لوب تاني حيمشي على هذا الفور لوب الثاني، قرأ انه عندي تي ايكوال 0، تي اصغر من 7، تي ايكوال تي بلس 1 فيرست اري. وهون يا شباب التي اول مره كانت 0، يعني هون اول مره مثلا اول مره تي ايكوال 0، لما تي كانت ايكوال 0 يا شباب، لما تي كانت ايكوال 0 يعني هون انا هذه كانت 3، ماشي؟ طب لما تي الان يا شباب صارت 1، بس خلينا نشوف احنا مثال، صارت تي 1، وهون التي 1 3 5 0 1 صار هون 5. لما هون يا شباب التي صارت 2 0 1 2 2، لما التي يا شباب صارت كمان 3 0 1 2 3 صار هون عطيني هو 4. والآن التي حيدل عم يمشي هيك، يعني التي أصغر من 7، آخر شيء التي بده يكون 6، 0 1 2 3 4 5 6 آخر شيء 4. بس ليخلص هذا الفور لوب
بس ليخلص هذا الفورلوب يا شباب هيرجع الآن الفورلوب الأصلي، يعني الفورلوب الأساسي الأب هيرجع هون الـ i، ما الـ i كان 0 هيرجع هون يصير الـ i equal 1، ومين الـ i equal 1؟ 0 و 1 يلي هو 5، وحيرجع الفور لوب الثاني يشتغل. حترجع هذه العملية تتكرر، لما كانت t equal 0 كان 3 حترجع هذه العملية تتكرر. طب الآن شرحت، خلونا الآن نبدأ نحن بالتطبيق يا شباب. أنا هعمل if else بسيطة يا شباب، if else، ماشي if else. طب هون يا شباب خلونا في البداية نحن بدنا نقارن، يعني هذا بدنا نقارن هذا، إذا هل first array i، يعني أنا هون يا شباب أنا هون بدي قارن إذا first array i إذا كان equal first array t، يعني أول مرة هون بداخل for loop هون يا شباب هذا ال i كان مثلا 0، كان 3 مثلا، هون كان 3، بدي قارن إذا هل الثلاثة equal مين؟ equal array t، يعني ثلاثة equal ثلاثة، ثلاثة equal خمسة، ثلاثة equal اثنان، ثلاثة equal أربعة. هيك بدي أحط داخل الـ if else. بس في حاجة، أنا شو قلت أول الفيديو؟ أنا أول الفيديو تكلمت إنه إذا في حال هون، يعني إذا في حال مثلا هذا الثلاثة أنا عامل select على هذا، لما أعمل select مين المقصود فيه؟ المقصود فيه الـ array first array i، الأول loop الـ i، يعني أنا عملت select على هذا العنصر. هون العنصر الثاني بده يبلش، ماشي؟ طب مثلا هنشوف نحن هون equal equal if first r equal equal مين؟ طب خلونا نحن هون يا شباب نشوف بس حاجة بسيطة. أنا أول عنصر عمل له select، ماشي؟ يلي هو 3، ال i كان 0 هو 3. طب والفور لوب الثاني هبيبدأ من t equal 0، يعني هون t كانت 0، لما هون t كانت 0 كان هذا 3، والاي فوق انا عامل سلكت على اول عنصر كمان 3، لنفترض يعني هون انه الاي ايكوال 0، هون نفترض نحن انه الاي ايكوال 0، ماشي؟ وهون نفترض انه كمان التي ايكوال 0. لاحظوا الان يا شباب، ما هون الثلاثه ايكوال ايكوال 3، الان ما بيصير، ما انا هذا العنصر ما فيني اخده لان انا عامل سلكت عليه. يعني بكل بساطه الان بدنا نستنتج اف تي ايكوال ايكوال اي، if t equal equal i لا تعمل شيء. يعني إذا t كانت equal i، يعني first array i ال i كان 0، كان هون 3، وهون يا شباب ال first array مثلا t، يعني هون ال first array مثلا ال first array t كمان هون t equal 0، كمان هو 3. يعني العنصر اللي أنا عمل عليه select هو نفسه تاع الفور لوب الثاني، فأنا لا أنا ما بدي إياك تاخده، خلاص أنا ما بدي. طيب هون احنا يا شباب عشان نعمل مسافة، طيب if t equal equal i لا تعمل شيء، else بداخل else لما ما يكون t equal equal i شو حنعمل؟ حنعمل نحن الآن if else، حنقول له نحن if ال first array i equal equal ال first array t. أول مرة نمشي فيهم، أول مرة 3 equal 3، أيوة t equal، يعني كأنه t equal equal i، ال i كانت 0 وهون يعني عادي لو حطينا 3 equal. يعني ال i كانت equal 0 و t equal 0، ما تعمل شيء، لا 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 ما تاخذهم. الآن ال t يعني الآن العنصر اللي أنا عامل عليه select ما تاخده. لو أنت وجدت العنصر اللي أنا شخصيا عامل عليه select ما تاخده. ونفس الشيء لما نوصل على هذه الثلاثة، يعني هون 0 1 2 3 4. هون الـ i يا شباب هو 4، والـ t حبيمشي الـ t من اليسار لليمين، 0 1 2 3 4، صار الـ t equal equal i، معناها الـ t صار نفس ذاته العنصر اللي أنا عامل عليه select، ما تاخده ما تاخده. عالجنا هذه المشكلة والحمد لله. else يا شباب لما ما يكون الـ t equal equal i، عملنا نحن هون if first array i، وعادي لو حطينا 3 equal if first array i equal equal first array t. آه هون يا شباب، يعني هون يا شباب ال first array i ال i كانت 0 3 equal equal مين؟ first array t. ال t حيبلش لما كان t 0 عملناها handle 1 2 3 4. ال first array i مين؟ هو 3 first array i. بس هون يا شباب الفيرست اري تي مين الفيرست اري تي الان؟ 0 1 2 3 4، هذا كمان صار 3. يعني كان الاي 0
لما الاي كان هون، يعني هون اول مره الفور لوب اشتغل، الفور لوب الاول اشتغل كان هون زيرو. لما تاني مره الفور لوب الثاني عم يشتغل، لما كانت تي زيرو مش هو، لان انا خلاص انا هون عملت له هاندل. طب لما كان واحد كان يعني خمسة مش هو، اثنان وفوق اثنان لا، ثلاثة يعني فوق اربعة لا، ثلاثة صفر واحد اثنان ثلاثة اربعة، ايوه مين الرابع هون؟ صفر واحد اثنان ثلاثة اربعة، خلاص الشرط اتحقق. هذا هو، يعني هون انا بدي احط تي وهون انا بدي احط اي. لما يكون يا شباب، طب بكل بساطة أنا بدي أخزنهم داخل هذا الأري. خلوني أنا أعمل variable يعني integer اسمه c و c equal 0 يا شباب. أخذ second array أعمل له copy وحطه هون paste. أنا الآن بدي أخزن داخله عنصر متكرر، حطيت له أنا c و c هي 0، يعني أول عنصر بهذا الأري يكون مين يا شباب؟ يكون مثلا first array t. هون نحن يا شباب هون، وعادي جدا لو حطينا ال first array i، عادي جدا لو نحن هون بدل t حطينا i، ما ال i يعني هي equal equal t. وهون يا شباب لازم c اعمله زود عليه واحد، c equal قيمته الجديدة ل c equal c زائد واحد، لان هون يا شباب معناه c zero، عشان لو تحقق الشرط مرة ثانية يصير هون واحد اثنان، عم داخل عناصر على الاري ما فيني زيرو وكل مرة ارجع اعمل ريبليس، لا مش هيك، نحن هون بنحط سي. طب حلو الان يا شباب، حلو. طب الان يا شباب هذا هي العملية، الكود هذا ممتاز. خلونا نعمل فور لوب بس نعرض الاري الثاني، نعرض نحن هون يا شباب هذا الاري الثاني عشان نشوف شو العناصر المتكررة. هنعمل نحن الان هون فور لوب فور، خلينا نعمل variable تالت مثلا هون مثلا زد. هون يا شباب نحن نعمل for z equal 0. الزد أصغر من مين؟ هون يا شباب الزد أصغر من مين؟ من مين يا شباب؟ هون لما أنا يا شباب كان c أول مرة كان c 0 وهون c صار واحد، ماشي؟ رجع c، ارجع هذا الشرط كله تحقق، ام سي ما صار واحد حطينا واحد، ام سي هون صار اثنان، صار كأنها مثلا صار سي هون ايكوال اثنان. طب انا الان كان السي زيرو وبعدها صار واحد، يعني انا الان عندي عنصران داخل الاري، عندي تو elements داخل الاري يا شباب. فبكل بساطة والسي هون لما انا مثلا السي هون كان واحد، انا هون عملت له سي بلس وان ايكوال اثنان، يعني لنسى على الاري كم؟ لنسى على الاري اثنان. رجع السي مثلا، يعني رجع هذا الشرط تحقق والسي ما صار اثنان، صار هون رجع اثنان، اثنان زائد واحد يكوال ثلاثة، وانا هون صرت مخزن ثلاثة عناصر داخل هذا الاري. ويعني هون السي بس ما انا عم برجع بعد ما كان السي اثنان عم برجع زود عليه زائد واحد، يعني وصار ثلاثة، اثنان زائد واحد ثلاثة، وأنا عندي ثلاثة عناصر بالأري، يعني لينس ساعهم ثلاثة، يعني لينس ساعهم هو السي نفسه، ماشي؟ يعني أنا هون يا شباب بدي أحط زد أصغر من سي، وزد إيكوال زد بلس وان، وأنا هون يا شباب بس بكل بساطة بدي أعطيه سي أوت، مثلا سي أوت مثلا السكند أري، وأنا هون السكند أري اللي هو زد مثلا. وهون يا شباب وبس يا شباب يعرض لي اياهم جنب بعض. طب انا الان حأعمل ران للكود، بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نحن نشوف هون يا شباب if t equal equal i expected primary section before، خلونا نحن نشوف، خلونا نحن هون نشوف وين المشكلة. if t equal equal i، طب ماشي، ايوة يا شباب انا لما كتبت يعني لما كتبت 3 equal يا شباب، هي لا هي بالسي بلس بلس مش موجودة.
لان يا شباب انا بشتغل على الجافا سكريبت كثير، يعني بشتغل جافا سكريبت دايما، فبالغلط ضيعت بينها وبين لغة الجافا سكريبت. هذا غلط مني انا يا شباب، يعني لا تؤاخذوني، ضيعت بين سي بلس بلس والجافا سكريبت. مش مشكلة، الان خلونا نشوف. اول مرة اشتغل ثلاثة، عمل لي سيلكت على هذا، حط لي اياه بالاري الثاني. ثاني مرة خمسة مش موجود، اثنان مش موجود، اربعة. مشي من اليسار لليمين، حط لي اربعة، ايوه حط لي اياه هون. ثالث مرة مثلا، ثالث مرة وصلنا نحن لهون، مسك هذا العنصر ثلاثة، ايوه مسك لي الثلاثة هذا، حط لي اياه هون. رابع مرة يا شباب، تسعة مش موجود، مسك على مسك الاربعة وبلش يقارن من اليسار لليمين، ايوه مسك هذا الاربعة وحطه هون. خلص، وانت ممكن الان تشكلها بارقام وتحط ارقام يعني انت يلي ببالك وتخليهم يتكرروا اكثر من مرتين وخلاص يا شباب. بس دير بالك اذا كبرت الاري يعني اذا خليته يصير اكبر، ممكن 10 ما تأديك، ممكن هون مثلا بدك تحط اكثر. هذا هو درس اليوم، وما حدا يا شباب يعني يقول الدرس طويل، يعني انا درس هذا وضحت فيه ويعني وبسطت فيه الشرح، يعني بسطت فيه الشرح يعني بسيط جدا جدا، حاولت بسط يعني على يعني قد ما بقدر. يعني هذا هو درس اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو يا شباب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.